السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكرام، مرحبا بكم في قناة الخضرية. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة رائعة، وهي سمك محشي بالأرز. في عجبتكم الوصفة ما تنسوش أنكم تابونا في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنسوش أنكم تدعموني بلايك. فعلى بركة الله غادي نحتاجو سمك سردين، يعني ممكن أنكم تستعملوا الكميه اللي بغيتي. كما كتلاحظوا كنقيوه، كنحيدوا له الشوك. هنا عندي ارز، انا صوبت هنايا كاس من الارز، سلقته مزيان خليته يقطر. عندي قزبر، طماطم معلبه، وفص من الثوم مبشور، الخل، في التوابل غادي نحتاج ملح، فلفل احمر، وكمون، وملح. فعلى بركه الله غادي نبدا بطريقه التحضير. غادي نوجدو شرموله، يعني كما قلت لكم الكميه ديروا على حسب افراد العائله ديالكم. انا هنا تقريبا صوبت نصف كيلوغرام ديال السمك. يعني القزبر الى عندكم طري دقوا مع الثومه، ما عندكمش فقط تزيدوها هكا كما درت انا. خل، ملح، كمون، فلفل أحمر، ملعقة، ورأس ملعقة من الزنجبيل. وغادي ندير قطرات من زيت الزيتون. كما كتلاحظوا معايا درت قطرات من زيت الزيتون. غادي نخلط الكل جيدا. ممكن انكم ديروا الحراره او الهريسه، يعني انا حتى ما طفتاش، غادي نضيف واحد شويه، غير شويه، المهم على حسب الذوق ديالكم. على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا ضفت واحد القليل من الماء باش تطلق لي، يعني باش يتسلق مزيان التوابل. على هذا الشكل هذا ممكن انكم تذوقوا الشرموله هي هذيك من الملحه من الحراره، وكذلك من الحامض. نزل واحد قطرة أنا من الحامض ومن الخل. غادي نضيف الأرز فوق شرمولة، على هذا الشكل هذا، وغادي نخلط الأرز. قلت لكم الأرز اللي سبق لي وسلقته مع قطرات من الملح، يعني واخا تسلقوه نص القرع مازال غادي يطيب، فانا ما خليتوش يعني تهبط. كما كتلاحظوا مازال الحبات معزولين. هنايا انا درت الرز الكلاصي، من الاحسن يعني ديروا الرز الكلاصي، ما ديروش الارز داك الرقيق اللي حبه ديالو رقيقه ومكوره، الرز العادي زعما الابيض، فداك ما غاديش يعني يجيكم معزول بحال هكا فاش غادي يطيب. على هذا الشكل هذا الارز ديالنا ها هو دا واجد. دابا غادي نجيب واحد الخشبه فاش غادي نعمر السمك، وغادي نجيب واحد المول اللي غادي يدخل الفران. كما كتلاحظوا مول زجاجي او التبصيل ديال الفرن، يعني اللي كتوفروا عليه بطبيعه الحال. اخواتي كما كتلاحظوا معايا
اذا نتلمو بواحد يعني بخطرات من الزيت. غادي نوضع الارز بسم الله وكدورو على هذا الشكل. هذا كدورو السمكة ديالكم. يعني ما عليش الى خرج الرز، فقط ما تعمروش. الطوية الثانية وجيكم على هذا الشكل. هذا يعني طريقة سهلة وكتجي رائعة جدا. انا عارفة ان المغربيات ما شاء الله عليهم ضروري غادي يكونوا كيعرفوها، يعني فقط بغيت نشاركها معكم. غادي نستمر بنفس الطريقه. اخواتي كما كتلاحظوا معايا فانا ساليت الكميه اللي عندي كامله، يعني بقى واحد شويه من المول مازال ما عمرش كما كتلاحظوا. غادي نكب فيه الارز المتبقى وعمرو كذلك البلايص اللي شتيوهم خاويا. يعني ممكن انكم تكبوا الرز فوق السمك، او ممكن انكم تفرشوا الرز من التحت وعاد ديروا فوق السمك، اختيار كيبقى لكم بطبيعة. بهذا الشكل هذا باش اللي بغى يهز الرز بوحدو يهز الرز بوحدو بلا سمك على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندخلو الفرن، غادي نغطيه بابي الومنيوم وندخلو الفرن، يعني ما غادي نزيد له لا ما لا حتى شي حاجه، ما عدا الا كنتيو انكم دايرين الرز نص سلقه فممكن انكم تزيدوا الماء. انا الرز راه طايب، يعني غادي نغطيه بفيلم اليمونتير او بابي الومنيوم وندخلو الفرن وغادي يطيب مزيان كما غادي تلاحظوا معايا. اخواتي كما كتلاحظوا معايا فهذا هو الشكل النهائي ديال السمك ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا. يعني كما كتلاحظوا كيطيب مزيان وكيجي هائل في المذاق صراحه، ريحته عفوا عطيه رائعه كما كتلاحظوا. الرز يعني اللي بغى ياكلو هكا بوحدو حتى هو كيجي هائل كما قلت لكم. انا ما ضفت له لا ما لا حتى شي حاجه، فقط السمك راه كيطلق الماء ديالو. يعني الا ما كانش طيب عندكم الرز كان مسلقتيه غير مسلقه عاد ديروا شويه د الماء، مثلا واحد نصف كاس ولا كاس عنبه. كما كتلاحظوا السمك ديالنا هو دا طايب، كيجي على هذا الشكل هذا من الداخل كما كتلاحظوا معايا. فنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تابونا فلاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك ديالكم. ونهايه الوصفه دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.